صباح الخير نور. سعد صباحك، كيفك اليوم؟ تمام الحمد لله. في مغامرات واكشن عطر شركة صباحاتي. سعد صباحك، صباح جميع مشاهدي الاخبارية وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحلة صباحية جديدة عم نبتديها معكم، فيها محطات عديدة من دمشق والمحافظات السورية اكيد، لكن مع بداية كل رحلة نتمنى هالنهار يحملكم الخير والبركة وراحة البال ورزق كتير. يمكن في كتير منا او اغلبنا عم يمر ظروف صعبة اقتصادية مادية، هلأ غلاء الأسعار اللي غير منطقي، فجأة عم تشوف ارتفاع كتير كبير. نطلب من الكل انه ارحموا بعضكم، ارحموا الناس، لكل التجار يعني اكيد نتمنى الكل يكون في عنده ربح كبير، بس ارحموا الناس لانه صار الوضع المعيش الاقتصادي كتير عم يضيق على الناس، والناس يعني ما عم تقدر تتحمل هذا الوضع. فنتمنى من الكل انه يرحم بعضه، خلوا الغلاء شوي شوي على الناس خفيف، لانه عم نشوف يمكن سلمى وهذا حديث الكل، يعني انا ما فيني بلش صباحي ما احكي عن هذا الموضوع لانه صار حديثنا الصباحية، يعني من وقت حديثنا يعني اليومية الرواتب لليوم. انا كربة منزل او عندي اسرة، من محل لمحل او من سوبر ماركت لسوبر ماركت، او مو معقول يعني. وهذا اللي بيشوفوكي كاعلامية انت او وجه اعلامي بحسسوكي انه انت لسانه، فلازم تحكي عن وجعهم لأنه هذا وجع مشترك مش منك هنا. أكيد نور، ويمكن كل الناس كانت عم تحكي كمان أنه يعني التجار بادروا فورا ليغلوا الأسعار على الرغم من أنه الناس لسه ما قبضت الزيادة، يعني الأول الشهر لتقبض، فنحن عنا 15 يوم عم بيحاسبون فيه على غلاء الأسعار بشكل غير منطقي. دائما بنقول ومن بداية الأزمة لليوم إذا ما تعاضدنا مع بعض ما بتمرق، ما بتمشي، يعني الأمور ما رح تمشي إذا ما نحن ساعدنا بعض فيها. يعني ما يطلع هيك حل لوحده يحل الأمور أكيد ما رح تصير هاي القصة، إذا ما كنا إيد بإيد مع بعض، رحمنا بعض، ساعدنا بعض، فما بتنحل الأمور. وأكيد النداء لكل الجمعيات ولكل مؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية، كل شيء بيقدر هلأ يعمل برامج يساعد فيها الناس المتضررة، يساعد فيها الناس اللي حتى ما شملت الزيادة، لأنه كمان اليوم مو كل الناس موظفين، يعني هاي كمان لازم نذكرها. فبنتمنى إن شاء الله يا رب هاي الأيام الصعبة تمر بخير على بلدنا، ويسعد صباحكم. مواضيعنا العديدة رح تبلش بعد الفاصل. أما هلأ سلمى خلينا نروح معك ومع المشاهدين لمجموعة من المعلومات ممكن نكون بنعرفها وممكن نكون عم نتعرف عليها لأول مرة بالتقرير التالي. هل تعلم بأنه أشعة الشمس صباحاً بتكون غنية بالفيتامين يلي بيقوي الجسم، وخصوصاً الفيتامين دال يلي بيقوي العظام، في حين بتكون ضارة للغاية بفترة الظهيرة؟ وهل تعلم بأنه تناول حبة برتقال واحدة بتكفي للقضاء على الجراثيم والميكروبات داخل أجسامنا؟ وهل تعلم بأنه الترمس من الأطعمة يلي بتزيل الحموضة من المعدة؟ فالمصريون القدماء لجأوا إلى استخدام الترمس المطحون مع عسل النحل للتخلص من مشكلة حموضة المعدة. الشاي يعد مشروب محبب للكثيرين، لكن هل تعلم بأنه يعد من المشروبات الهامة يلي بتحتوي على نسبة كبيرة من الفلورايد المهمة لصحة الأسنان؟ أخيراً لكل محبي الملح الزائد بالطعام، هل تعلم بأنه يعد المسبب الرئيسي لمرض ترقق العظام؟ رح نبلش بمعلومة طبية نور. يمكن في كتار مننا بيتعرض أحيانا للتعرق المفاجئ وأيضا صداع مفاجئ، هاي الأعراض ممكن تكون أعراض ضغط الدم، وتفاصيل أكثر رح نتعرف بمعلومتنا الطبية، خلينا نتابع سوا. يتسلل ببطء إلى الجسم المريض، يتحول إلى جرس إنذار حول الحالة الصحية للقلب، ضغط الدم المرتفع أو ما يسمى بالقاتل الصامت، حيث كلما قام القلب بضخ كمية دم أكبر كلما ضاقت الشرايين، وبالتالي أدى إلى ارتفاع ضغط الدم في الجسم. ومن خلال هذه المادة سنتعرف على السلوكيات الخاطئة التي ممكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، أبرزها فرط الوزن الزائد أو السمنة الزائدة. فكلما كان الإنسان أعلى وزناً أصبح بحاجة إلى المزيد من الدم ليكون قادراً على إيصال الأكسجين والمواد المغذية إلى أنسجة الجسم المختلفة. الأغذية الكثيرة الملح،
إن وجود كمية كبيرة من ملح الطعام الصوديوم يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم، الأمر الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم. الأغذية قليلة البوتاسيوم، فالبوتاسيوم يساعد على موازنة مستوى الصوديوم في الخلايا، فعندما لا يتم استهلاك أو تخزين كمية كافية من البوتاسيوم يؤدي ذلك إلى تراكم كمية من الصوديوم في الدم. الأغذية قليلة الفيتامين د، فالتغذية التي تفتقر إلى الفيتامين د يمكن أن تسبب فرط ضغط الدم، كما أن نقصه يمكن أن يؤثر على إنزيم تنتجه الكليتان وبالتالي يؤثر على ضغط الدم. أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا الأولى لنحكي فيها عن عالم الطفل والطفولة، ونحكي عن صعوبة اليوم تربية الطفل الوحيد. يمكن الطفل الوحيد بيحصل على ميزات كثيرة من الاهتمام والرعاية والحب من قبل الأب والأم، لكن كمان في إلى آثار سلبية تربية الطفل الوحيد، ويمكن في أسباب مختلفة كانت سابقاً. اليوم يمكن أغلب العوائل بسبب الوضع الاقتصادي المعيشي الصعب صارت يعني تقرر تنجب طفل واحد اليوم، لأنه ما فينا نربط إلا ما نربط مع الوضع المعيشي اللي عم نعيشه. صحيح نور، ولما بنحكي عن تربية طفل وحيد في كتير أسئلة بتتبادر لذهن الأم، كيف أنا بقدر أني أنشئ تربية جيدة لهذا الطفل وأبعده عن الثلاثية المعروفة جدا للطفل الوحيد اللي هي الأنانية، اللي هي الوحدة، الشعور بالوحدة، وأيضا الشعور بحب التملك لكل شيء باعتباره الطفل الوحيد في العائلة. فكتير بتفكر وبتسأل أسئلة، شو لازم أقدم له وشو لازم أمنع عنه والطريقة بشكل عام. طبعا كل هاي الأسئلة رح جاوبنا عليها ضيفتنا الاختصاصية ريم سعد، وهي طبعا اختصاصية بالتربية الخاصة للطفل. يسعد صباحك ريم، أهلا وسهلا. صباح الورد، أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم. يسعد صباحك. يمكن عم نحكي عن موضوع جدا مهم بهم كل الأهالي، قديش اليوم في صعوبة بتربية الطفل الوحيد. يعني بتلاقي سابقا كانوا يجيبوا 3-4 أولاد تلاقيهم يكبروا كذا مع بعض سوا، ما في هي الصعوبات، والعصر أساسا اختلف. يعني الاحتياجات والتطور التكنولوجي اختلف. شو الإجراءات التربوية اللي لازم يمكن الأهل ينتبهوا مع الطفل الوحيد من البداية، لأنه في قصص ممكن يفوتوا فيها وآثار سلبية على شخصيته؟ تماما. هلأ غالبا يعني الأسر ما بتحس أنه نحن تصرفنا بشيء، طبعا المحبة أكيد يعني بتكون كتير أول ولد بيكون لأنه وحفيد جديد بالعيلة وممكن ما يكون في غيره، فكتير في اهتمام وكتير في رعاية لدرجة أنه الطفل بصير اعتمادي، لأنه ما عاد يقدر يفكر أنه أنا ما بقدر لحالي أعمل هاي القصص، ما بقدر لحالي روح، ما بقدر لحالي أجيب أو أعمل أي نشاط، لأنه أنا إذا ما كان حدا كبير معي فما حأعرف. فنحن هون عملنا مو بس أنه صار في أنانية أو صار في تسلط أو في مشاكل مع الأهل، لا، نحن عم نضعف شخصية الولد، وهذا بند كتير مهم وأساسي. أنه هذا الطفل رح يكبر وهو دائما عنده حذر وعنده بسأل ماما بسأل بابا، حتى بجوز هو وشاب، أنه أنا ما فيني دغري أتصرف وأخذ قرار لحالي بمكان عملي أو بمحط اجتماعي، لأنه أنا متعود أنه دائما في حدا وراي هو اللي بيقول لي أنا كيف أتصرف وشو أعمل. فهي الحقيقة هي أكتر شيء بيوقعوا فيه الأهل، بس طبعا آثاره بتبين لبعدين. صحيح. مو بهذا الوقت الحالي. صحيح. طيب ريم، دائما الناس بتسأل ضروري الطفل الوحيد يحس بكل هاي المشاعر، وهل هذا الشيء مبرر؟ يعني نحن دائما بنلوم الأهل على أنه أنتوا السبب، طريقة تربيتكم لهذا الطفل هي اللي أدت لشعوره بالوحدة أو شعوره بالأنانية أو عدم اندماجه بشكل صحيح مع البيئة اللي بينحط فيها، سواء كان مع رفقاته أو بالمدرسة. فهل دائما لازم يعاني الطفل الوحيد، أو إذا كان في أسلوب معين بالتربية ممكن نتفادى هالشي؟ تماما. طبعا أسلوب التربية بيختلف أكيد، هذا شيء طبيعي. الطفل الوحيد كونه كل اهتمامنا وتركيزنا عليه ومحبتنا، وبتكون العاطفة جياشة كونه كمان الطفل الأول، فكتير بتكون العاطفة جياشة، ما بيقدروا يتصرفوا بهاي العاطفة. يعني إنه إنك تكبحيها بعمر معين أو إنك تخففيها حيكون شوي صعب على الأمهات، هذا الشيء ما فينا ننكر. بس نحن عنا تفصيلة صغيرة بتحس، بتبلش الأم تحس وقت الطفل يكون مع مجموعة من الأقران، مجموعة مع الأطفال، إنه هو ما بيقبل يعطيهم أو يتشارك معهم بلعبة حتى لو ما نقله، فهو لا بده يستحوذها لنفسه.
حتحسوا انه ممكن ما كثير مرغوب من مجموعه الاطفال اللي حواليه لانه بضايقنا، ما بده يلعب معنا، بده ياخذ كل شيء له. هون مفروض توعى. نحن لا، غالبا بصير انه لا بتدافع زياده، بتعطيه الشيء لا معلش اعطوه هذا صغير، لا معلش اعطوه هلا بيبكي. فنحن بنعزز عنده هذا الضعف انه انت انه انا ما فيني دافع عن حالي، لازم حدا دائما يجي يجيب لي حقي. ثاني شيء طبيعي بالحياه انه يكون كل شيء هو لي، هو ممتلكاتي. مع الوقت بصير حتى بابا وماما هن ممتلكاتي. يعني بنلاقي ماما ممنوع تقعد تحكي على التليفون، لازم كل شوي روح روح، ليه ملهية عني؟ بابا نفس الشيء ممنوع. هون ببلش بيّن العبء عند الأهل. إذا أنا بدي أتجنبه وبدي أكون وعيان تلو، يعني من وقت ما بيكون طفل صغير أنا جبت ولد أوكي ماني أدراني أني أنا غير أجيب هذا الولد لسبب معين، فخليه يطلع متوازن، هذا أبسط شيء. أنا كيف خلي ابني يطلع متوازن؟ هذا اللي بدي أسألك عنه. تمام. بدي أقرأ وبدي أتثقف. هذا بدي أسألك عنه. يعني خلينا نحكي من البداية، وبنعرف السنوات الأولى للطفل قديش مهمة في تكوين شخصيته وفي تربيته. من البداية أول 3-4 سنوات للطفل الوحيد، الأخطاء الشائعة يمكن خلينا نسلط الضوء عليها لحتى ما يوقعوا فيها الأهالي، وشو الخطوات الصحيحة السليمة مثل ما قلتي لا يكون عندي طفل متوازن نفسياً، لأنه بظل الظروف اللي كلياتها اللي عم نعيشها مادية اقتصادية والحرب، حتى الكبار اللي هن بدهم يربوا ما بتلاقيهم أساساً سويين. يعني هذا بينعكس على تربية الطفل بشكل عام. أهم نقطة إذا بدنا نبلشها من هو الطفل لسه رضيع، هو الفصل. الفصل بينه وبين أهله، من حيث أهم شيء النوم. فدائما هذا الطفل 4 و5 سنين هو متواجد مع أمه وأبوه بنفس الغرفة، فهو نفسيا ما انفطم عن هاي العلاقة. تمام. فبتلاقي صعوبه بس تحطه بمكان تعليمي او بروضه، صعوبه وقت تحطه عند احد الاقارب. اساسي نفسيا للصحه النفسيه عند الاطفال هذا الفصل. ثاني شيء دائما انه هو وصغير الولد بنساعد، بس بلش يطلع 3 سنين هو هذا العمر اللي بشكل فيه الانا. تمام. او الذات عنده، هي الذات اللي بتبلش انه الملكيه وكل شيء لي وهي التفاصيل. ببساطه اللي لك هو لك، حبيت تشارك فيه شارك، ما بدك تشارك فيه قول انا ما بدي شارك. بس في 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 شيء معين انه انت ما فيك كمان تاخذ الممتلك اللي مع رفيقك ويكون لك. انت عندك حدودك. انا هون بكون علمت الطفل انه ما في شيء مع الايام انه اي حدا بيقدر ياخذ منك اي شيء. يعني ما لنا مثل عيال انه فاجوا لعندي ضيوف حبوا اللعبه تبع ابني، فانه لا ما بترجع تاخذوها معكم انتم رايحين. لا، انا هيك الولد شوي شوي حيتعلم انه ممكن اي حدا ياخذ اي شيء انا بمدلكه، هذا الطبيعي. وهذا الشيء طبعا ما منيح لقدام بالعمل وبكل هاي التفاصيل، ما عاد بشوف اي شيء حقه، لا هذا مباح ممكن اي حدا ياخده. وبنفس الوقت مو كل شيء قدامي هو الي، فهون شوي يعني هون بقى في عدم التوازن. انا ببساطه اللي الك الك، واللي لازم يتشارك بنشاركه، واللي ما لازم يتشارك احنا ما بنقرب عليه. يعني في خطوط عريضه بالبيت، انا مع ابني بقعد انا وياه والطفل بيفهم، حتى لو عمره 2 أو 1.5 سنة بيفهم بالحديث. اذا ما فهم فهو خزن بعدين برياحه، انا بس اقول له هي لانه هيك، فهو حيفهم مني بطريقه صحيحه. وفي شغله ثانيه كمان انه نحن بدنا نربي تربيه حديثه، وبدي ناقش دائما، لازم اقنعه بنقاش. بوصل لمرحله بتعبك الولد جدلي، انا ما عم بقدر اطلع معه بصيغه للتواصل او بصيغه ليعمل شيء انا بدي اياه، لانه انا اهله، انا امه وانا ابوه، ومفروض انه يصير هذا الشيء. طبعا بيكون الشيء مثلا بتعلق بمستقبل، بدراسه، بخطوط معينه، بالتربيه تبعيته، فما عاد اقدر جادله. فبدي هون اوصل بقى بعراك انه مين بيفرض رايه اكثر على الثاني، وغالبا الطفل هو اللي بيفرض رايه، فبصير عنده السلطه مهزوزه. بلاقي عنده خوف اجتماعي زايد، انه انا اذا بابا وماما اللي هن السلطه يعني انا بقدر مشيهم، فانا برا شو اعمل؟ فبلاقي بتقول لك والله بالبيت ما بيخلينا، كلمته بتمشي، بس برا ضعيف جدا. هي بدنا نوعالها كمان، انه لازم يكون في توازن. انا حاعمل هيك لانه انا الكبير، انا ماما الكبيره اللي بعرف اكثر، انا بابا الكبير اللي بعرف اكثر، مو لانه انا متسلط.
طيب استاذ ريم، في نقطة حكيتي عنها اللي هي الطفل اللي بيحاول دائما يلفت النظر، هي مو بس بنلاقيها عند الطفل الوحيد، عند أي طفل صغير حتى لو هو الطفل الثاني بالبيت أو الثالث، دائما بعمر معين بخصوصا السنوات الأولى بيحاول إذا قاعدينه الأهل بأي جلسة أو بأي مكان أو حتى عم يحكوا على التليفون ممنوع، لازم ما يعملوا شيء غير إنه يردوا عليه له. في كتير أهالي بيعتمدوا أسلوب التطنيش إنه ما بيردوا عليه، هل هذا صح أو لا؟ أنا لازم أتناقش معه مثل ما قلتي وقل له لا هذا الوقت إلي، رجاء تسمع أو عود بمكان تاني، شو الطريقة؟ تمام. كونه هلا حسب بقى هون نحن حنشوف عمر الطفل. اذا ابني مأمن والعابه قدامه واموره بخير فما في مشكله. تطنيش شو يعني تطنيش؟ تطنيش انه انا معك وسامعتك، انا عارفان انه انت بدك يعني، بس انا هلا عم بحكي ماني فاضيه، اي انا شوي يا بعمله مثلا بايدي هيك او ما رد، بس خلص مكالمتي اذا كان عمره بسمح، فانه انا هذا الوقت بس كون عم بحكي على التليفون ممنوع تقاطعني لانه ما في شيء ضروري، انت قدامي خليك قدامي اذا خايف، وانا بدي كفي العمل اللي عم بقوم فيه. يعني خلينا نعمم، حتى ممكن تعمل كتير اشياء، ممكن تطبخ، ممكن تغسل، ممكن تعمل اي شيء، كتر الالحاح وكتر انه لا العبي لا خليكي بس دي العب بس عدي قدامي، هم ما عم تحكي على التليفون، انا ما بقدر ضل قاعده قدامك، في شيء لازم انا كمان انجزه افرضه كمان. تمام. فاني انا طنش بس الامور عنده بخير اكيد ما في مشكله، لانه مع الوقت حيعرف انه خلص ماما ما حترد لانه هي عم تحكي، فحيستنى، انا بعلمه الدور، بعلمه يستنى، وهذا شيء ايجابي بالنسبه لإله. طيب نحكي عن نقطه كثير مهمه وذكرتيها خلال حديثك، هي فصل، عمليه فصل الطفل خصوصا في سنواته الاولى، لما نقول بده يروح على الروضه كمان تلاقي في مشاكل، وهذا يمكن كمان بتشوفوه بشكل مباشر. تمام. مع الاهالي كيف بدها يعني تعتمد الام بعض الخطوات السليمه لتتم عمليه الفصل دون فينا نقول متاعب نفسيه للطفل؟ نحن عنا عملية فصلين، فصل الأم عن الطفل، فصل الطفل عن الأم. يعني حتى الأم بيكون التعلق تبعها شديد، وبتكون جاي وبالمشكلة كيف بدي أفصله، عم بيعذب وقت نبلش وتحس إنه هذا الطفل بلش ينطلق بالمكان اللي هو فيه ويتعلق بالأشخاص الموجودين، فبصير عنده ردة فعل عكسية، بتحسيها إنه هي صار عندها نوع من الحزن، انه معقول ما سال عني كل اليوم، معقول ما قال بدي ماما، فبتصير بتعامل خلينا نقول يعني بقسوه شوي او بعدوانيه شوي الشخص المسؤول عن هذا الطفل، لانه بتحس انه هو اخذ يعني اخذته منا، انه كيف هيك تعود على انا امه، فهون نحن كمان بنلاقي مشكله. يعني مع الطفل سهل نوعا ما اذا الاهل متعاونين كثير، الموضوع بيكون اريح واسهل وإيجابي كتير للطفل، لأنه بينمو بطريقة كتير طبيعية. لازم يصير هذا الفطام النفسي أنا عن أهلي، بس كمان عنا فطام الأهل عن هذا الطفل، وأنه هذا الطفل ملك الحياة، مو ملك بس شخصين بالعالم، ملك الحياة، وبده يتربع هذا الأساس. صحيح. طيب أستاذ ريم، كمان يمكن في كتير من الأطفال حالياً عم بنشوفهم مهما كان عندهم يعني موفرين لهم الأهل وسائل تسلية مثل ألعاب موجودة بالبيت، أحياناً النشاطات بيعملون معه، إلا مع هيك أنه كمان لأنه هو طفل وحيد بحس بالفراغ، بحس بالوحدة، مشكلة الوحدة حصراً لازم يتم ملأ بطفل آخر، أو نحن فينا نعوده على يعني شعور الوحدة هذا يروح من خلال اندماج بالمجتمع، كان أولاد جيرانه يعودوه شوي عن شعور أنه هو وحيد أو ما عنده أخ أو رفقاته بالمدرسة؟ تماماً، لازم يكون في أقران. يعني بيقدموا كتير بابا وماما، بس أنا كمان ما بدي إياهم يصيروا هن الرفقات، مو صح، لأنه الحياة أدوار، أنا حضل بابا وحضل ماما حتى لو إحنا لعبنا وقرينا قصة وكل هاي التفاصيل، بس الحياة أدوار، في رفقات من عمرك مسموح ينعمل معهم واحدين ثلاثة، ونحن مهمتنا هيك قدر الإمكان مجموعة أطفال إن كان قرابة أو أنا فيني حطه بمكان يتسلى فيه مثل ما حكيتي حضرتك، حطه بروضة أو ديكر أطفال، يعني بمكان يعتني بالأطفال ولو ساعتين بالنهار ثلاث ساعات، بيشبع من هاي من هذا الشيء الاجتماعي المفروض هو يعيشه، بيرجع مرتاح ومبسوط. فلا كتير حلو من الأمهات إنه إيه أنا يكون في إله هذا الطفل أقران بيتسلى معه. بالختام خلينا نحكي عن بعض النصائح لكل الأمهات والأهالي اللي عم يتابعونا بخصوص تربية الطفل الوحيد. إنه دائما يعني نحط ببالنا إنه طفلنا
نحن الحيز الضيق اللي حنعمله بهذا الضفق العاطفي والرعايه هو قصير، هو حيروح على الروضه وحيروح على مدرسه وحينطلق للحياه. فما بدي حمله اعباء من طفولته بسبب انا محبتي الزايده له يعيش فيها كل حياته. بس خلينا ننتبه على هاي النقطه انه هذا حيكبر وحيكون للحياه كلياتها، فما بدي طلعه بمشاكل او عقد معينه تعيق هاي الحياه تبعه. اكيد. كمان في ملاحظه هيك صغيره وهي صرت تشوفها كثير هلا بهالايام، ما بعرف هو اسلوب من اساليب التربيه الحديثه او شو الفكره، انه نحن الاطفال ينادوا الاهل باسمائهم، ما عاد نسمع كلمه بابا وماما، يعني بينادوه كانه هو رفيق او اخ او من عمرهم، يعني بينادوه بالاسم تماما لانه هو متعود انه هن ثلاثه، فهن ثلاثه اخوات او رفقات. بس ان عاده بيعيشوا دور الاخوه الثلاثه، الاب والام والطفل، فمشان هيك ما بيقدر ينادي لهم لانه ما بيعرفها، ما له متعود عليها. هن كثير بيسايروه، هن كثير لطيفين، هن مثله. حتى القرارات بياخذوها هن ثلاثه، ممكن قراره هو يضغى على هدول الشخصين، فما في سلطه، ما في بابا ماما بالسلطه المفهومه اللي نحن بنعرفها للاب والام. اذا كان في طفل ثاني يعني اوتوماتيكيا حتبلش الولد يقول بابا ماما لانه خلص الادوار توضحت شوي. اذا لا ونحن حابين طفلنا ينادي لنا بهالاسماء حننادي لبعضنا بابا وماما. يعني ايه الاب ينادي ماما والام بتنادي بابا، فالطفل لحاله حيصير يتعود على هذا النمط. بالختام اكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا، شكرا كثير. اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم. شكرا لك ريم لكل المعلومات اللي قدمتي لنا. اهلا وسهلا فيكم. أما هلأ نور صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي نيرمين عمار. صباح الخير نيرمين. سادة صباحك سلمى، وصباح الخير لنور ولكل مشاهدي الإخبارية السورية. موجز إنما بعد الفاصل. أقدم الاحتلال الأمريكي على سرقة كميات جديدة من النفط السوري من حقول الجزيرة، وأخرجت قواته خلال الساعات الماضية مئات الأطنان من النفط باتجاه الأراضي العراقية. ذكرت مصادر أهلية من ريف اليعروبية أن رتلاً مؤلفاً من 40 صهريجاً محملة بالنفط السوري المسروق خرجت على دفعات منذ ساعات الفجر عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه قواعد الاحتلال في العراق. استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها فجر اليوم على مدينة جنين بالضفة الغربية. وزارة الصحة الفلسطينية قالت في بيان إن الشاب مصطفى الكستوني 32 عاما استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال في الرأس والصدر والبطن خلال العدوان على جنين، إضافة إلى إصابة إحدى موظفات وزارة الصحة برصاصتين في البطن والصدر. دمرت القوات العراقية وكرا لإرهابي تنظيم داعش في محافظة كركوك شمال البلاد. وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان بأن الطيران العراقي دمر وكرا لعصابات داعش بضربة جوية بواسطة طائرات F-16 في وادي زغيتونة. وكانت القوات العراقية وفي المحافظة نفسها دمرت في وقت سابق وكرا لتنظيم داعش أيضا من خلال ضربة جوية وقضت على من بداخله من عناصر التنظيم. وفي خبرنا الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على نحو 735 جنديا أوكرانيا وأسقطت طائرة سو-25 و-26 مسيرة في مناطق متفرقة خلال اليوم الماضي. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية صدت 5 هجمات ودمرت مستودع ذخيرة، وبلغت خسائر العدو حوالي 250 جنديا على محور دونيتسك، فيما قضى الجيش الروسي على مئات الجنود الأوكرانيين على محاور كرانسليما وجنوب دونيتسك ومحور زاباروجيا، إضافة لإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 143 منطقة. ختام الموجز، عودة لاستوديوهات، صباحنا غير.
شكرا لك نرمين من غرفة الأخبار، ويسعد صباحك عن جديد. صباح الخير لكل مشاهدينا، وصلنا لمحطتنا الثانية نور. أكيد أكيد متابعين رحلتنا الصباحية لليوم، وصلنا لمحطتنا التالية. رغم التحديات والصعوبات، برامج دعم وتمكين تحمل عناوين مختلفة تسعى إلى من خلالها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق لتفعيل الدور الاجتماعي التنموي الذي يستهدف فئات عدة أهمها المرأة. أكيد نور، اليوم رح نعرف تفاصيل أكثر. طبعا ضمن الاستوديو معنا الأستاذة فاطمة رشيد، وهي مديرة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في ريف دمشق. رح نحكي معها على عدد من الأنشطة اللي عم بتقوم فيها طبعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والبرامج يلي عم بيتم طبعا العمل عليها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، نهاركم سعيد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وعم نحكي عن موضوع كتير مهم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، وفي دور كتير كبير عم نشوفه للمجتمع المحلي. خلينا نحكي عن المعايير اليوم ضمن المديرية اللي بتمنحوها لأي حدا حابب يقوم بعمل على الأرض مع المجتمع الأهلي. أول شيء سعد صباحكم، شكراً كثير لهاللفتة الحلوة لتسليط الضوء على عمل المجتمع الأهلي اللي هو ذراع تنفيذي طبعاً للجهود الحكومية بالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية. صحيح. والعمل طبعا احنا من ضمن المعايير اللي نحن بنمنحها لتراخيص المؤسسات والمنظمات الغير حكوميه، اول شيء نحن بنعتمد على اعتماد الاسم بالدرجه الاولى حتى ما يكون في ازدواجيه بالنسبه للاسماء على مسافه القطر. بيتم اعتماد نحن المنطقه الجغرافيه، للضروري نحن نحدد وين المنطقه الجغرافيه اللي نحن لازم نستهدفها من ضمن التصنيفات اللي هي محدده 9 تصنيفات للمنظمات الغير حكوميه. قد تكون خدمات اجتماعيه، قد تكون اعمال خيريه، قد تكون بيئية صحية، إلى ما هنالك من التخصصات بالنسبة للتصنيفات اللي هي بتحتاجها المنطقة الجغرافية لتقدم خدمة صحيحة وسليمة وجيدة وجودة بالخدمة بالنسبة للمستفيدين. أكيد. طيب خلينا نروح ونبلش شوي بالفئات اللي عم بيتم دعمها، ويمكن ذوي الاحتياجات الخاصة من أكثر الفئات اللي بحاجة للدعم دائما، من الشرائح المميزة اللي بيتوجه إلى الجهود المرأة. في كتير شرائح، خلينا نبلش نفصل أهم الشرائح اللي بتدعموها. طبعا احنا بالنسبه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل طبعا هي بتستهدف كافه الشرائح اللي هي اشد احتياجا، الاكثر هشاشه فينا نقول، سواء كانوا هن ذوي الاعاقه، الاشخاص ذوي الاعاقه، المسنين، الارامل، الايتام، بحاجه نحن لكل حدا بيقدم خدمه من خلال المنظمات الغير حكوميه اللي هي تعتبر ذراع تنفيذي وشريك للجهد الحكومي. ذوي الإعاقة طبعا احنا عندنا كمديرية شؤون اجتماعية بريف دمشق 14 جمعية لذوي الإعاقة تعنى حسب إعاقتهم. نحن من خلال الخدمات اللي بنقدمها كمديرية شؤون بالتنسيق مع الجمعيات اللي هي ضمن تصنيفها إعاقة، أولا إصدار بطاقة إعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع مديرية صحة ريف دمشق بتحديد نوع الإعاقة حسب التصنيف الوطني للإعاقة. بتتقدم الخدمات باختصار انه نحن في عندنا خدمات صحيه، سواء كانت ادويه، معالجه فيزيائيه، حسب تصنيف او اعاقته، مثلا بحاجه لسماعه، بحاجه لنظاره، فهي بتقوم من خلال المجتمع الاهلي، المنظمات الغير حكوميه، بالاضافه الى الخدمات التعليميه، التمكين، التدريب. في نحن عندنا ايضا مراكز للرعايه الاجتماعيه بالنسبه للاعاقه، مثلا النموذج عندنا القريه النموذجيه بدير عطيه عم تقدم كافه الخدمات الصحيه، التنمويه، التمكينيه، التدريبيه، التعليميه لذوي الاعاقه. بالاضافه نحن عندنا تراخيص لمراكز اعاقه عددها 8 بريف دمشق، عم تقدم بالاماكن اللي ما في عندنا مراكز رعايه حكوميه عم تقدم خدمات لذوي الاعاقه. بالنسبه للمراكز الرعايه الحكوميه نحن عندنا مركز للاعاقه بباب مصلى، بالاضافه نحن هلا طور مركزين، واحد بعدرا وواحد بمجمع قطنا، فراح يقدم هاي خدمات تمكينيه تدريبيه كافه الاعاقات بالنسبه لذوي الاعاقه. يعني جهود كبيره تشاركيه عم تقوموا فيها مع المجتمع الاهلي والمؤسسات المعنيه، ومثل ما ذكرتي شرائح كبيره طبعاً عم تشملها هي المساعدات. خلينا نحكي عن المراه، يعني لها دور كثير كبير خلال سنوات الحرب وفي سوريا، واذا بدنا نحكي عن المجتمع المحلي، في كثير برامج قمتوا فيها للمراه، منها تمكين المراه من خلال دعمها بمشاريع صغيره، وتمكين المراه الريفيه ايضا من خلال مشاريع. خلينا نحكي عن المراه بالذات.
هلا المرأة طبعا هي كان لها دور كثير كبير بالحرب، شو ما حكينا عن المرأة نحن ما بنوفي فيها حقها، ما بنعطيها اللي اشتغلته واللي قدمته، خاصة بظروف الحرب واللي مرت فيها، فكانت هي الأساس، وكانت هي التربة الأساسية والينبوع الأساسي كان لتماسك المجتمع خاصة بظروف الحرب، فتحملت كثير أعباء المرأة السورية بداخل الأزمة. من خلال نحن البرامج اللي كان رصدها للمرأة بالمنظمات الغير حكومية، كان في مشاريع تنموية تمكينية تدريبية نحن للمرأة، كان في حقائب مهنية تم تدريبها عليها وتقديمها للأمهات للمرأة بكافة اهتماماتها وميولها ورغباتها، سواء كانت مثلا تدريبات انه على خياطة، كان اعطاء مثلا ماكينة خياطة، سواء انه من التجميل كان في ادوات تجميلية بكافة لقطة كروشيه. فنحن عندنا كمان مراكز تنمية ريفية بيتم فيها تدريب وتأهيل المرأة مثلا انه على دعمها من خلال مشاغل خياطة بافتتاحها. نحن عندنا مركزين، واحد بيبرود واحد بحران. طبعا نحن يبرود كان بالفترة الماضية هو موجود لتقديم الخدمة لمرضى كورونا، ومن ثم بعدها كان لاستقبال اهالينا اللي كانوا وافدين من لبنان السوريين. الان نحن في طور انه يكون في عندنا برامج تنموية لتدريبية للمرأة والفئات الثانية بيبرود، بالإضافة الى وحدات التنمية الريفية اللي هي موزعة على مساحة ريف دمشق. في هناك دورات تدريبية على السجاد اليدوي اللي نحن ما هدد التراث ما بنقدر نحن نستغني عنه، بالإضافة إلى برامج مرافقة لهذا العمل. أكيد. يعني تقريباً أستاذة من 2020 من وقت ما أجت كورونا إلى اليوم في أزمات متتالية ووضع معيشي صعب وقاسي، عقوبات وغيرها من الأمور العالمية أيضاً اللي عم تلقي على أعباء كلياتها على المواطن بشكل عام، لكم دور بهذا الشيء؟ بنعرف أنه في فئات تدعم دائماً من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتشبيك مع المنظمات غير الحكومية وحتى مع المنظمات الدولية ضمن برامج للدعم. خلينا نحكي عن هذا الشيء، كيف ممكن شخص يروح يتلقى دعم؟ شو هي الطريقة؟ كيف بيسجل؟ مين هم المستحقين؟ يعني اللي بتقولوا أنه أي هذا الشخص اليوم ممكن يقدم؟ طبعاً إحنا المنظمات الغير حكومية بالتنسيق مع مديرية الشؤون أو وزارة الشؤون أو كافة المديريات اللي هي بالقطر، طبعاً إنه من خلال الأعباء في أعباء كتير، سواء كانت ظروف اقتصادية ظروف اجتماعية أثرت كتير على هذا الجانب، صار في ضغط كتير عمل على المنظمات الغير حكومية لتقديم المساعدة. نحن بالدرجة الأولى أول شيء نحن بحاجة إلى نرفع الوعي المجتمعي بإعطاء الأهمية الكبيرة نحن للمنظمات الغير حكومية، لأنه لها دور كتير أهمية بالنسبة للتنمية المجتمعية. دائما كان المواطن يلقي اللوم والعتب إنه على إنه لازم يأخذ كل الخدمات هي من الجانب الحكومي، فالجانب المنظمات الغير حكومية لها دور كتير كبير بالتنمية المجتمعية بتقديم الخدمة للشرائح بكافة احتياجاتها، سواء كانت مساعدات سواء كانت تنموية تدريبية تعليمية بكافة التوجهات اللي بترفع من العمل المجتمعي. طبعا احنا بالنسبة للمساعدات في اي حدا اي مواطن بحاجة الى مساعدة فورا بيتوجه للمنظمة الغير حكومية الموجودة بمنطقة الاستهداف بموزع بريف دمشق، بيتم استقبال المواطن، تقديم استمارة، دراسة اجتماعية من خلال فريق متدرب اجتماعيا على اعداد دراسة الحالة، بيتم دراسة الحالة فهي بتتم رفض شو هي الاحتياجات اللي بيحتاجها المواطن، تم تقديمها من خلال الخدمة الموجودة بالمنظمة الغير حكومية. في حال ما كانت موجودة هيدي الخدمة بيتم تحويله لمنظمة غير حكومية بمكان تاني تتقدم له الخدمة. طيب كيف تتأكدوا أنه فعلياً من خلال متابعتكم مع المؤسسات إن كان غير الحكومية إيصال المساعدات لهذول الأشخاص؟ يعني كتير بنسمع بعض التفاصيل أنه في كتير ناس مثلاً سجلت ما وصل هاي المساعدات، ما عم توصل لمستحقيها أو حسب المنطقة، فكيف تتأكدوا فعلياً أنه عم توصل بشكل صحيح؟ صحيح كلامك. هلأ أول شيء هو المراقب على أداء عمل المنظمات الغير حكومية هو المواطن، وقت ما تتقدم له هيدي الخدمة فمباشرة بحق له ينزل على مديرية الشؤون بيقدم شكوى نظامية وبترفع للرقابة الداخلية بوزارة الشؤون للتدقيق بعمل المنظمة الغير حكومية. بطبيعة الحال نحن في عنا دائرة الخدمات الاجتماعية، في فريق موجود بيتابع دائما عمل المنظمات الغير حكومية ضمن الشكاوى وضمن الاحتياجات اللي عم تتقدم للمواطن. ونحن كل يوم أربعاء في عنا نحن بشكل يومي، بس يوم الأربعاء هو محدد للمواطنين.
أكيد. يعني إذا بدنا نحكي شوي عن التشاركية، ما فينا ما نذكر أنه بالفترة الأخيرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عملت تجربة يمكن كانت الأولى من نوعها وفريدة جدا بسوريا، ابتداء من منصة تشارك وصولا لشمل، واللي هي كانت بصمة مميزة. بنتمنى هذا الشيء نوجد بكل الوزارات، اللي هو أنه ما يكون في صوت واحد موجود، في سماع لجميع أصوات الفاعلين على الأرض، سواء كانوا من جهة حكومية أو من جهة غير حكومية، لحتى العمل يعطي نتيجة. قد ايه عم بتكرسوا مفهوم التشارك بينكم كجهات ترعى وكجهات رقابية على العمل وبين المنظمات غير الحكومية؟ هلا أكيد التنسيق والتشاركية بأي عمل بيعطي نتاج صحيح للعمل، وبيعطي جودة بالخدمة للمستفيدين، وبيعطي صدق للعمل. فالتشاركية بكافة القطاعات هذا عمل كتير أساسي لتنجحي بأي عمل أو نشاط بدك تشتغلي عليه ضمن مخرجات فعلا، من خلال متابعة السيد الوزير لعمل المجتمع الأهلي. كان في عندنا فعلا منصة تشارك، بالإضافة إلى بعد أنه ورشات شمل اللي هي شملت كافة المبادرات، كافة الفرق التطوعية، كافة أي حدا بيحب يشارك ضمن هاي الورشة يعطي رأيه ويعطي أفكاره، كان ما في مشكلة. التشاركية بتعطيك أول شيء بتنمي روح الإنماء عند الشباب، بتحسسه بأهميته بالمجتمع، بتعطيك تعبئة الطاقات البشرية والمادية بمكان الصحيح لتطلع بمخرج أساسي بعمل اجتماعي. التشاركية بتعطيك بتعرفي وين القدرات والمهارات المتميزة عند الأفراد لتقدري أنت تعملي قيادات وتوصفية صحيحة لتتحمل مسؤولية مجتمعية. فنحن موضوع التشاركية بالعكس لازم نحن كلاتنا كل المؤسسات كل الوزارات يكون في تنسيق بعمالها كامل، يكون في تشاركية بأدائها، نحط وين في نحن عنا نقاط قوة نقاط ضعف وننطلق لأساسها. ما في شيء نقول نحن هذا إلي هذا بخصني هذا من، لا، التشاركية وتوزيع المهام والأهداف نوصل لمخرج صحيح، بتوصل خدمة صحيحة أحسن من ازدواجية العمل. عندي نشاط معين أنا عم نفذه، وزارة الإعلام عم تنفذه، وزارة الديارة المحلية عم تنفذه، لا، بنجتمع كلنا بننفذ هذا النشاط بيطلع مخرج صحيح وبتوصل خدمة صحيحة للمواطن. طيب خلينا نحكي عن آلية عمل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق. يعني يعطيكم ألف عافية، لأنه لما نحكي عن ريف دمشق نحن عم نحكي عن أكثر المناطق تضررا خلال الحرب، فأكيد هون عم نحكي عن آلية عمل وجهود كبيرة عم تقوموا فيها سنويا بشكل مستمر. فكيف بيتم الشغل عندكم؟ كيف فعليا بتقولوا في عنا بعض الاهداف اليوم خلال هي السنه بنحققها؟ ونحن بنعرف انه نحن بشهر 8، يعني سنويا عم يكون في عندكم كثير من الاعمال والجهود الجباره، ونحن عم نقول دائره الجهود عم تكبر للاسف ما عم تصغر، لانه نحن بوضع اقتصادي ومادي جدا صعب، فالمسؤوليه عم تكون مضاعفه سنويا. أكيد إحنا الظروف والتحديات هي كبيرة على عاتق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، رغم أنه كادرها قليل بالنسبة للإمكانيات اللوجستية، كمان فينا نقول أنه هي كمان قليلة، بس نحن لا منتحدى هيدي التحديات. في عنا كادر كتير مرتب عم يشتغل على مساحة ريف دمشق، المساحة الواسعة كاملة. طبعا نحن أكيد لازم يكون في عنا أهداف، لازم يكون في عنا برامج وخطط نحن راسمينا لنشتغل ضمن نتجاوز هيدي التحديات، هيدي الأزمات اللي موجودة بالنسبة لنخفف أعباء عن المواطنين. طبعا من خلال أنه تقديم الخدمة الصحيحة لذوي الإعاقة، للمسنين، للأيتام. في شيء نحن عم نشتغله خطة أسبوعية مع المنظمات الغير حكومية لنخفف أعباء عن المواطنين ونقدم خدمة صحيحة. أكيد نعطيكم ألف ضمن الأولويات طبعا. طيب اليوم وهيك قبل ما نختم حديثنا، اليوم في كتير هيك أهمية بأنه نحن يكون في شيء اسمه تفاعلي مثل ما حكينا ببداية الحديث، فقديه كمان بتشوفوا اليوم في يمكن مشاكل من خلال هاي الورشات اللي عم تعملوها مؤخرا عم تلقي الضوء على هاي المشاكل الصغيرة لحتى تنحل؟ يعني يمكن منطقة معينة صح عم بيتم مثلا توزيع فيها أو في برامج، ولكن في بعض الأخطاء أو بعض المشاكل صرتوا تسمعوها، وخصوصا أنه شارك معكم بالورشات التفاعلية مو بس الفاعلين من المؤسسات أو المنظمات غير الحكومية، شارك أشخاص هن فاعلين بالرأي، شفنا محاميين، شفنا كتير فئات شاركت بهاي الحوارات. هلا كثير هي بالنسبه للورشات واللقاءات والندوات والحوارات اللي هي عم تصير من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه كثير اساسيه وضروريه، ولازم هي مستمره ما توقف عند شمل، لانه فعلا انه شمل هي حطتنا اعطتنا بعد بدايه الطريق
تمام بدايه الطريق انه انت في كثير افكار، في كثير مشاكل انطرحت نحن سواء قانونيه اجتماعيه ظواهر اجتماعيه نحن لازم نوقف عندها نحن كبطاله كتسول، كيف لازم نحن نكون في حلول، كيف لازم يكون في تشاركيه وتنسيق كامل على كافه القطاعات والوزارات لنحد من هاي الظواهر اللي هي ظهرت ما بعد الحرب. صحيح. فهذا الحكي نحن بحاجه بعد الحرب، فنحن بحاجه للاستمراريه ومتابعه مخرجاتها والحلول. يعني طرحنا مشكله كان في مقابله انه نحن عده حلول لنحد من هذه الظواهر اللي صارت موجوده. ختاما خلينا نقول شو البرامج فعليا اللي عم تحضروا لها بدكم تطرحوها قريبا؟ يعني نحن عم نحكي عن مشاكل عديده وعم نحكي عن جهود كثير كبيره، في برامج جديده عم تحضروا لها ممكن تطرحوها قريبا ولا مستمرين بالدائره الموجوده حاليا؟ لا هلا نحن مستمرين بضمن خططنا، البرامج اللي نحن اللي هي عم تنشغل عليها من خلال وزاره الشؤون الاجتماعيه واللي هي اولويه بعمل وزاره الشؤون من قبل السيد الوزير والمديريات، هي اول شيء هي تبسيط اجراءات العمل بالنسبه للتخفيف عن المواطن، هي بالدرجه الاولى. ما بعدها هي انطلاق كان في انه للرؤى وتعديل بالقوانين الناظمه لعمل المنظمات الغير حكوميه بالنسبه لقانون الاعاقه، بالنسبه لقانون الاحداث، هذول كان من ضمن الاساسيات والاولويات اللي عم تشتغل عليها وزاره الشؤون الاجتماعيه. بالاضافه عم نحط نحن هلا خطط وبرامج التي تنعمل بشكل ضمن الواقع وقريبه من الواقع التي تنشغل وتخفف عبء عن المواطنين وعن المنظمات الغير حكوميه. اكيد. بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا، على كل المعلومات، نتشكر كل الفرق اللي عم تعمل إن كان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو المنظمات غير الحكومية إيد بإيد، لأنه غير هيك ما رح تنحل الأمور مثل ما قلنا. شكراً كثير لوجودك معنا. وأنا بشكركم كثير للكادر الإخبارية وللبرامج اللي عم تقدموها وللفتة الحلوة ولتسليط الضوء على كل عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الغير حكومية، وأكيد نحن وزارة الإعلام شريك أساسي لتسليط وين في نقاط خلال، وين في متابعات جاهزة وزارة الشؤون الاجتماعية بكوادرها لتعالج وتحل هذه. يعطيكم ألف عافية. ويمكن ذكرتي أهم نقطة لاستمرارية العمل هي التشاركية مع أكيد. جميع المؤسسات المعنية وجهود كبيرة عم تقوموا فيها. شكرا كثير لك. شكرا لكم صبايا. شكرا. أما هلا سلمى بننتقل لمدينة السلمية وتحديدا لبطل الجمهورية في بناء الأجسام مصطفى سيفو مع مسيرة نجاح، خلونا نتابعه بتقرير محي الدين فهد. بعد توقفه لعدة سنوات عن التمارين، يعود بطل الجمهورية العربية السورية في بناء الأجسام الكابتن مصطفى سيفو ابن مدينة السلمية ليحصل على المركز الثاني ويتوج بالميدالية الفضية في بطولة مستر يونيفرس الدولية في تحدي بناء الأجسام. انقطعت عن التجهيز تماما من 2008. طبعا سبب عودتي للتجهيز هي البطولة، بطولة عالمية مستر يونيفرس سيد الكون، بطولة عالمية اتحاد الاي اف بي بي، هذا معترف من اكثر من 203 دول، يعني من اقوى الاتحادات عالميا. سبب مشاركتي الرئيسيه انه سوريا لاول مره بتاريخها بتستضيف هيك بطوله بهيك قيمه، يعني سيد الكون بطوله كثير مهمه، وهذا السبب الرئيسي انه بلشت جهز. طبعا انا كانت التجهيز تبعي على اساس الماسترز فوق السن الخمسين، وجهزت طبعا تجهيزي كان لمدة 5 شهور متواصلة. الحمد لله نافست بقوة جدا، وكان يعني مشروعي الذهب، وكانت المنافسة قوية جدا، واللي كان معي وحصل على المركز الأول منافس قوي جدا جدا جدا، وكنت عم نافس، والحمد لله هذا اللي صار وجبنا الفضية وكتر خير الله الحمد لله. رغم أن عمره قد تجاوز 50 عاما، إلا أن الكابتن مصطفى ما زال يحافظ على لياقته البدنية وبرنامجه الصحي والغذائي، فرسالته هي أن الرياضة أصبحت اليوم صناعة، والأبطال لا يولدون أبطالا بل يصنعون ليصبحون أبطالا ويرفعون اسم سوريا عاليا. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حماة. نروح لمحطة جديدة نور، وطبعا بمناسبة أو تزامن مع اليوم العالمي للشباب أطلقت مؤسسة إدارة الموارد البشرية جدلية حوارية تفاعلية تحت عنوان المهارات الخضراء لعالم مستدام بمشاركة متطوعين من الشباب السوري. أكيد سلمى، والمعروف بأن المهارات الخضراء هي المهارات التي توظف للحفاظ على البيئة والأرض من خلال نشر هالثقافة عبر مهن ووظائف
وظائف وسلوكيات حياتية يومية ممكن نقوم فيها. رح نتعرف على هدف الجلسة الحوارية بهيدا المجال مع ضيفنا الدائم وشريك صباحاتنا الدكتور منير عباس، رئيس مؤسسة إدارة الموارد البشرية بسوريا والمشارك بالجلسة الحوارية أنس النوري. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني دكتور منير، خلينا نبلش مع حضرتك، يمكن حكينا شوي هيك فكرة بسيطة بالمقدمة عن عنوان الجلسة اللي هي المهارات الخضراء لعالم مستدام. خلينا نتوسع أكثر بالمحور وبعدها ندخل بالتفاصيل. أوكي، هلأ نحن في عنا بال 2023 باليوم العالمي للشباب، ارتفع هذا اليوم تحت الثيم والفكرة الأساسية اللي هي Green Skills for Sustainable World، يعني المهارات الخضراء من أجل عالم مستدام. شو معنى هي المهارات الخضراء؟ المهارات الخضراء صار لها أكثر من 23 سنة قاعدين عم يدربوا عليها عالميا، وهلأ صار في إلى ضرورة أساسية. أكيد لحنا كلنا لامسين أثار تلوث البيئة والتغير المناخي اللي عم نعيشه كلياته، هدول هلأ صاروا من المهارات الأساسية إنه ندرب جيل الشباب إنه يقدر يتعامل مع هي المهارات وتصير من جزء من حياته اليومية. يعني عم نحاول نخلي هي المهارات الخضراء اللي هي تعريفها الأساسي هي عبارة عن قدرات ومعارف ومواقف وسلوكيات يومية يسلكها الموظف خلال عمله بمختلف الصناعات. يعني على سبيل المثال، أبسط مثال لها هي تدوير الورق. يعني أنت وقت تفكري أنه هذا تدوير الورق كلياته حيساعد بتخفيض قطع الأشجار، وعدم قطع الأشجار حيساعد بتنفس رئة الكرة الأرضية بالحفاظ على الغابات والمناطق الحراج العالمية، أنت بتفكري عدة مرات قبل ما تستهلكي ورقة، وبنفس الوقت في حال تم استهلاك الورق أنت عم بتقومي بتدويرها. نحن عملنا هذا الشيء، هلأ حنجي على ذكره كيف نحن كمبادرة عملناه. ايضا السلوكيات، المحافظة على الطاقة. هلا كل الشركات تسعى الى توظيف، تصوروا الاحصائية الحديثة جدا بموقع لينكدين بال2022 اخرا ببداية 2023، انه لا تخلو اكثر من يعني اكثر من 28% من الوظائف المعلنة على موقع لينكدين لا يخلى من عبارة او عبارتين من المهارات المطلوبة من الشركات العالمية انه تتوفر بالموظف. يعني صار في نشر وعي كتير كبير. شو هي هي المهارات؟ هي المهارات بتدخل بصلب كل المهارات. على سبيل المثال، إذا أنت عندك هلا مهارات التواصل، مهارات التواصل يجب أن تكون قوية جدا عند الموظفين بحيث أنه يقدر ينوه عن أهمية البيئة للآخرين، لزباين الشركة، لزملائه بالعمل، وحتى لمدراءه أنه يزيد توعية. يعني بندخل بعدين مهارات الإنصات، مهارات الإنصات الجيد لنعرف بعض المشاكل ونربطها أيضا بمواضيع البيئة. يعني نخلي موضوع البيئة مو لأشخاص البيئة، موضوع البيئة هو اهتمامنا الأساسي لنا كلياتنا. حتى استهلاك الطاقات، شفتي أنت العالم كلياته وراء renewable energy، كل الطاقات متجددة اللي هي مستدامة مستمدة من البيئة، ليس فيها أي تلويث، ليس فيها أي pollution ممكن يتأثر من تشغيل مكيفات مثلا، هذا كلياته الغاز الفريون ولا هو اللي ممكن يحدث أو يوسع بثقب الأوزون. صارت مشكلتنا مو هي بس حتى يصير مؤتمر مناخ ونقعد ننطر نحن شو نتائجه ونقول هن بيتحكموا بالبيئة، صارت هي حياة يومية. صحيح. هي المهارات هي مهارات اليومية بسموها green skills، أو هلأ صار يتسمى اسمه الاقتصاد الأخضر green economy هلأ. طيب كيف فينا نستثمره اليوم ضمن بيئتنا ومجتمعنا ونحقق الغاية والهدف منه؟ لأنه فعليا خلال سنوات الحرب أساسا خسرنا على النطاق البيئي أو النطاق الأخضر مثل ما بنسميه كثير ومستمر لليوم. يعني شفنا حرق الغابات بالآونة الأخيرة. فعليا كيف فيني استثمره أنا ونحن مثل ما قلت جايين على قمة مناخ، لأنه أساسا الوضع المناخي حول العالم وفقط في الوطن العربي رايح للأسوأ للأسف. بس هي المهارات نوعا ما بتعدل من الإجراءات اللي عم يقوموا فيها، لأنه العامل الأساسي لكل الإجراءات السلبية هو الإنسان، يعني التكوين الأساسي. تمام، لحنا هذا هو الهدف إنه أدخله لليوم العالمي للشباب. أنت بتعرفي نص سكان كرة الأرضية هنا من عنصر الشباب. صحيح. يعني إذا 8 مليارات هي 4 مليارات بعمر الشباب 30 سنة فما دون. يعني إحنا إذا اشتغلنا على جيل الشباب يفكر معنا بإنقاذ الكرة الأرضية وإنقاذ المناخ بكل ممارسات اليومية، أنت عم بتشاركي نص سكان الكوكب، ورح يزيد ارتفاع عدد الشباب عالميا ل 57% بعد 2035. الشيء اللي احنا الاساسي ليش اهتموا بالشباب؟ الشباب هن عندهم استدامه اكبر بكثير. تخيلي انت المهارات الخضراء رح تخلق 19 مليون وظيفه
بحلول العام 2030. الغالبية منهم هي للأسف هي العنصر الشباب، لأنهم هي دائما لحنا أي شيء بتعلق عامل بيئة في جهد بدني وهيك شيء، والأقل منه لعنصر النساء. نحن بدنا نحاول نحل موضوع الجندر إيشوز هذا، ونخلي إنه هالمهارات مروجة للعنصرين بنفس الوقت، إنه لأنهم هن مكون للمجتمع أساسي. قلت لكم هي بالثقافة تبعتنا، يعني هلأ نحن حنحكي لكم دور المؤسسات المسؤولية المجتمعية بنشر هاي الثقافة، وكيف إنه الشخص اللي مرق بمسيرة تطوعية عنده حس المسؤولية عن الكرة الأرضية أكثر من شخص فورا توظف بسوق العمل. يعني فاتوا فورا على الجهة الاقتصادية عم بيفكر مع الشركة كيف يداوم أكثر وينتج أكثر، بينما الآخر مر بمراحل محافظة على مجتمعه ومن ثم فات على الشركات، فبيضل عنده الحس المجتمعي. على سبيل المثال نحن عندنا مثلا مانعين الأكياس النايلون عم نحاربها بعدة ممارسات، لأنه اشتغلنا على مشروع ناكلات وتكون معنا الشنط قماشية لعدة استخدامات. هذا الشيء بيفكر الشخص 10 مرات قبل ما يشتري كيس نايلون، لأنه معه ساك. بنفس الوقت نحن عندنا هوية بصرية على الشنطة، فهذا نحن روجنا أكثر لنفسنا، حافظنا على البيئة بممارسة كتير بسيطة، ووفرنا على المستهلك وعلى المستفيد من المؤسسة استهلاك أكياس نايلون اللي هي بتعرفوا بتقعد 50 ل60 سنة لتتفكك، بوليمرات البلاستيك بالكرة الأرضية يعني من أخطر المواد. يعني ممارسات هي يومية يجب أن تكون معنا. عنصر الشباب هو الأهم لأنه له استدامة أكثر، وهو القوة العاملة الموجودة في سوق العمل. أكيد طبعا. اليوم بما أنه معنا طبعا دكتور منير مثل العادة، عودتنا يكون معنا شريك من الحوارات أو الورشات اللي عم تقوموا فيها، بدنا نرحب الأستاذ أناس. نقول لك أول شيء صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك كنت من المشاركين ضمن هاي الجلسات الحوارية، تعرفنا بداية عن نفسك أكثر وكيف شفت هاي الجلسات. صباح الخير، أهلا وسهلا. اسمي أناس النوري، خريج الجامعة السورية الخاصة كلية إدارة أعمال. بداية بحب أتشكر المؤسسة إدارة الموارد البشرية على الفرصة اللي منحتني إياها. الحوار كان البناء البيئة الخضراء مثل ما بنقول، كيف نحافظ على الأوراق، يعني كيف ندور الأوراق المستهلكة عندنا بحيث نخزنها بمكان معين لحين إعادة تدويرها. اشتغلنا فيها هذيك السنة ما يقارب 8 شهور، تقريبا حصدنا على 400 كيلو من الورق. وفر 400 كيلو جمعناها بكياس خيش، وخدناها على المكان اللي المفروض تكون فيه يعني. والعائد تبعه رجع للمكان اللي نحن متواجدين فيه. يعني حكيتوا بشيء عملي انتوا ضمن جلستكم، انت شاركت بشيء عملي انتوا عملتوه بالمؤسسه تبعكم. اي طبعا، يعني كل شيء مدوره عنا، ما عم نتلفها، صرنا نحافظ عليها كحفاظ على البيئه. ونحن ضمن المكان الموجودين في المعهد الفنون التطبيقية والتشكيلية بيكون في استهلاك لأوراق، ويكون في استهلاك لأوراق كرتون للفنون من الطلاب، عم يكونوا بسلة المهملات. هدول عم يلموا من سلة المهملات كمان لحتى يتجمعوا وينعاد تدويرهم ويرجع عائدهم للمكان اللي نحن متواجدين فيه. دكتور منير، يعني عم نحكي عن جلسة حوارية وتفاعلية بنفس الوقت، يعني تطبيق على أرض الواقع، وهذا الشيء جميل اليوم بظل الظروف اللي عم نعيشها. يعني فعليا نحن عم نحاول نسرق الوقت أو نسارع مع الوقت. أهمية الجلسة اليوم للشباب من خلال تطبيقها فعليا، يعني في الشغل عم ينشغل، نحن عم نحكي عن فئة وشريحة صغيرة اليوم ضمن الجلسة. يعني إذا توسع النطاق رح نشوف جهود أكبر على الأرض وآثار إيجابية أكبر إن شاء الله. تمام. نحن دائما بنعرض نتائجنا بالجلسات الحواريه ولا نبدا بها، يعني بنعرض تجارب نجاحنا. نحن بتمنى شهور بلشنا بمشروع كثير بسيط هو اعاده تجميع الورق كله، مشارك فيه متطوعين مثل انس وزملائه كلياتهم، هو كان مسؤول عن مشروع تجميع الورق وتدويره. الاحلى من هيك انه ثقافه المؤسسه اللي احنا موجودين فيها باستضافتها هي معهد فنون تطبيقيه وتشكيليه. عندك 500 طالب، 500 طالب صاروا يشوفونا نحن عم نجمع الورق، صار هو من ثقافته يحطها بسله الورق، صار هو من ثقافته
يجيب ورق من بيته اللي عم يتلف وعم يعاد تدويره. هو نفسه بعد اللي احنا عيشناهم التجربة انه شايفين هذا الورق جمعنا، رحنا كلها تعطيناه لمعمل إعادة تدوير ورق وجبنا الريع تبعه اعطيناه لمعهدهم. يعني هن عم يستفيدوا انه بنية تحتية لمعهدهم عم تنبنى من شغلات هي اعادة تدوير ريسايكل كتير بسيط. غير هيك بلش المعهد كمان يعمل شيء كتير المهارات صديقة للبيئة اللي هو اعادة تدوير كل الزجاج اللي مكسر عم يصير منه لوحات. عنا اعادة تدوير الجبصين نفسه اللي بيستخدموه هن كلياتهم من اول وجديد بيعملوا طين وبيقعدوا يشتغلوا فيه من اول وجديد. صار كتير كنا نشوف انه الهدر اللي كان يروح كلياته دخل مفهوم اعادة التدوير، يمكن بمشروع كتير بسيط اللي احنا عم نعمله. وصارت تجينا افكار، بتعرفي جيل الشباب كلياته ابتكاري ابداعي فظيع جدا. طبعا انت لو تشوفي اللوحات المعموله من شغلات هي قماشيه اللي احنا بالبيت بنحملها او ممكن نتخلص منها، عملوا منها لوحات وهي عباره عن لوحات تشكيليه مخيفه شو حلوه. يعني احنا هي الثقافه عم ندخلهم اياها على مستواهم، ولكن احنا الشيء اللي عم ننادي فيه هو المهارات الخضراء داخل الشركات. هلا على سبيل المثال في شركه عندنا كثير رائده احنا بسوريا اللي هي شركه سيريتيل بيبرليس كومباني من 3 سنين ما بتستخدم ولا ورقه، حتى وقت تطبع الورقه بتيجي بتقول لك انه لها كلفه الورقه هي بدك تطبعيها على حسابك، احنا بالنسبه لنا ما بنطبع ورق، مشان كله هذا من منع النفايات واعاده التدوير وبنفس الوقت انك انت توفري طباعه الورق. هلا شوفي كثير ميزانيات الشركات قديش بتروح على القرطاسيه وعلى الامور اللوجستيه هي كلياتها. الامور اللي هيك كمان نحن بدنا المؤسسات كلها توعى على هذا الموضوع وتعرف هناك جانب بمهارات الشباب الخضراء حيساعد. على سبيل المثال الشخص المدرب على المهارات الخضراء حيطفي الضوء بعد ما يخلص من شغله من المكتب، راح يوفر الطاقه، ما حيشعل المكيف باوقاته لانه المكيف متوفر، ما حيستخدم الموارد تبع المؤسسه بالطريقه اللي بس الشخص ما عنده اي درايه عنها. يعني بتلاقي ثقافته رفعت من سويته ووفرت الكلف. لذلك صارت المهارات الخضراء مهارات مطلوبة بالسيفيات، وهلأ أنا كتير بنقرأ نحن السيفيات كلياتها. اشتغلت بمشروع إعادة تدوير ورق، اشتغلت بمشروع مثلا إعادة مثلا استخدام نفايات معينة، أنا ساهمت بتخفيض الطاقة استهلاك الطاقة بمعمل كذا من خلال مثلا أعمال إما ميكانيكية أو نشر التوعية بيناتهم. لحنا في عنا للأسف أكتر شيء هدر لحنا للطاقة هي بالمجتمعات اللي شوي صغيرة غير متعلمة. فلحنا إذا نشرنا سوية التفكير بمناهجنا بالتربية ومناهجنا بالتعليم العالي، تخيلي لهلأ ما عندنا ولا اختصاص داخل سوريا بشيء اسمه المهارات الخضراء. هدي لحنا الأهمية، ليش ما يصير فيها ماجستيرات ودكتوراه وليش ما ينعمل أبحاث فيها؟ صحيح. إنه هالمؤسسة ما قبل المهارات الخضراء قديش عم بتجيب ربح، وبعد استخدام المهارات الخضراء قديش وفرت. صحيح. وبما أنه نحن اليوم حكينا عن أمثلة واقعية ومثل ما حضرتك حكيت يعني أستاذ أنس من معهد الفنون التطبيقية، اليوم أنت قادر يمكن تحكي على أرض الواقع قديش فرق معكم بشغلكم وقديش استفدتوا من طبعا تنفيذ إعادة مثل ما بيقولوا إعادة التدوير لكل المواد الأولية يلي عم تستخدموها. خلينا نحكي شوية عن هاي التجربة، قديش كان في إلى إيجابية على المعهد؟ كان في إيجابية كتير حلوة مبدئيا كفكرة أولية. هلأ صار التخزين على مستوى أكبر، يعني فترة يعني من شهر تقريبا نحن رحلنا الأوراق اللي بدها ترحيل. هلأ صار في عنا كمية منيحة، يعني من شهر هلأ صار في عنا كمية أكبر من الكمية اللي بلشنا فيها قبل. طبعا كمان في فكرة تانية، كان في عنا زاوية معينة صغيرة كانت مهمولة بصراحة، وفيها يعني فيها أغراض إنه لا التعيين، يعني أغراض إنه مهمشين بالمعهد. ولدت الفكرة من حضرة الدكتور إنه يصير هون فكرة بوفيه، فاستغلينا هاي المساحة ليصير شيء عائد للمعهد ويستفاد منه. هي فكرة البوفيه اللي مو موجود بالمعهد. عدنا تدوير المكان، هي عبارة عن زاوية صغيرة بس هلأ بتشوفيها يعني صارت مشروع بوفيه فينا نقول عليه جيد جدا. يعني يعطيكم الف عافيه، بنتمنى لكم التوفيق وجهود كبيره عم تقوموا فيها الدكتور منير، وبنتمنى فعليا تتوصلوا لدائره اوسع واكبر ويتم تطبيقها على ارض الواقع بجميع المؤسسات ان كانت حكوميه او غير حكوميه قريبا. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، نتمنى من خلال منبركم ان ننشر ثقافه المهارات الخضراء والاقتصاد الاخضر.
شكرا لكم لوجودكم. شكرا لكم. أما هلأ نقول رح نروح لمحطتنا التالية، وطبعاً بين صخور تطل على وديان خضراء شلالات أضافت جمال لها المنطقة الطبيعية، وطبعاً بلدنا مليانة بأماكن سياحية وجميلة، وادي القلع أحد هاي الأماكن، رح نتعرف على تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. بعيداً في حضن الوادي تخفو قرية وادي القلع على مشارف السهول وبين الينابيع العذبة والشلالات الساحلية النادرة الدافئة، وهي تفاخر بطبيعة خلابة تجذب السياح وتشجع السياحة وتعد إحدى مناطق الاستشفاء الطبيعية. سميت القرية بهذا الاسم نظراً لكونها تقع في واد عميق نسبياً، حيث تسمى الأراضي الزراعية المستصلحة في هذا الوادي اصطلاحاً بالقلع، لذلك سميت وادي القلع، وهي كقرية عمرها حوالي 500 عام تقريباً. أما كمنطقة مأهولة بالسكان فهي أقدم من ذلك بكثير، والدليل وجود قلعة المنيقة الذي يزيد عمرها على حوالي 1200 عام، وهي القلعة التي احتضنت الثوار خلال الاحتلال الفرنسي. هي قرية جبلية تابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وترتفع حوالي 700 متر عن سطح البحر. جمالها جمال الطبيعة، تبهر الأعين بسحرها وشلالاتها وينابيعها الطبيعية الباردة التي تنساب بين الصخور، وتشعرك بشعور خاص من هذه الينابيع، نبع استير ونبع العين البعيدة وغيرها. وعبر تناغم فريد في وادي القلع تتساقط المياه مكونة أروع وأبدع المشاهد على الإطلاق، في شلالات لا مثيل لها عبر الجرف الصخري والممرات وسط الطبيعة الجميلة. مثل ما تعودنا سلمى خلال رحلاتنا الصباحية بنسلط الضوء على مشاريع مهمة للشباب السوري، صبايا وشباب كتير استضفنا شباب بنعتز ونفتخر فيهم، عملوا مشاريعهم الخاص بما يتعلق بالأعمال اليدوية. اليوم رح نحكي عن الخشب المعشق أو المطعم بالصدف، وهي يمكن عم نشوفها بالآونة الأخيرة عم تدخل بكل المجالات اليدوية. صدف له يمكن ميزة خاصة مع الخشب، ويمكن نحن وصغار يمكن ما في حدا ما عنده صندوق صغير خشب عليه شوية صدف. والجميل أنه اليوم المشروع يمتلكه شاب حسين الراز، رح يحكي عنه بشكل موسع أكثر خلال رحلتنا الصباحية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. خلينا نبلش مع حضرتك بداية، إيمت بلشت بهذا المشروع، وهل هو يعني فينا نقول أنه توارثته هاي المهنة أو لا تعلمتها بعدين دخلت فيها لهالمجال؟ هلا بلشت بالمشروع من سنة 2006 ولا تعلمته تعلم، ويعني والدي مو بهذا المجال بنوب، بس بابا ما في حدا من العائلة لا لا لا، بس أبي هو مجال أدوات منزلية. تمام. بلشت أنا بالمشروع بالخشب، هذا الصدف طبيعي من البحر بيجي. تمام. وطعمناه بالخشب الجوز الطبيعي، يعني خشب جوز. تمام. هذا الصدف بيطلع من البحر، طبعا له عدة مراحل لحتى يصير بهي الجودة وهذا اللون وكذا، ودمجنا هو هي مثل ما بيقولوا انه مهنة قديمة كتير من عهد العثمان. صحيح. تمام. بالمساجد وكانوا بالقصور كانوا منزلينها، فانا طورت هذا الموضوع بالخشب وطورته لحتى ساويته أواني منزلية. يعني عم نشوف قطع مودرن أكثر، نحن متعودين الأعمال الصدفية معروفة، أعمال تراثية، كراسي وطاولات صناديق خشبية، صناديق خشبية صغيرة، لأنه بعتقد كلياتنا عنا بالبيت شيء هيك بيشبه الخشب والصدف. خلينا نحكي عن يعني هيدا المشروع من خلال الموديلات، يعني انت عم تروح نحو المودرن اكثر بس بالحفاظ على الطابع التراثي. تمام. اليوم هون تمام. الافكار كيف جمعت انا بين فيها؟ الشرقي والغربي. هلا الشرقي نحن عندنا انه صدف وخشب. تمام. بشو اسمه طاولات كراسي، انا جمعت حطيتهم صواني. هذا بلكسي. هذا البلكسي اجود من الازاز، ما بينكسر. تمام. مقاوم للحراره، مقاوم للصدمات، أهون من الإزاز.
وجمعت بين الخشب يعني خشب جوز هذا طعمته بالصدف وزودت عليه البلكسي وصار هيك اواني يعني منزليه. وبنصح المراه والله انه تستخدمه يعني هلا اجواء لا تاخذني كمان بوجود بسعر الازاز وبتكلفه الازاز. بس انت هلا انت عم تحطي عندك شيء عندك تراث شرقي عربي قديم يعني مقتنيات بالبيت حلوه كثير المراه بتنبسط فيها. هلا مثل هاي علبه بلكسي تمام بنحط فيها تمر جوز بهارات وعليها خشب الغطاء خشب جوز ونطعم بالصدف وفي عليه قصدير هذا القصدير كمان كمان دخلته كمان مو موجود حوالين الصدف غير الصدف في هذا الخط هذا قصدير معدن هذا دخلته كمان ما كان موجود بالاضافه اللي بايدك بروش هذا بروش كمان خشب جوز ومطعم بالصدف تمام هذا بروش بنحط هون كمان هذا ما كان موجود كمان ضفته هذا بين الشرقي والغربي وفي هي والله خير وحافظا كمان هي تعليقه على باب البيت كمان هيك يعني. طيب خلينا نحكي شوي اليوم مثل ما بنعرف هي الحرفه هي حرفه قديمه كثير واليوم لحتى ندخلها بهذا الشكل المعاصر بدها تجارب كثير يعني الواضح انه انت مفكر وعامل تصاميم وتجارب معينه لحتى تطلع لك كمان بصمه مميزه مختلفه عن الشيء اللي موجود بالسوق. يعني ممكن نلاقي هيك شيء بالسوق بس ما يكون اصلي يعني يكون تقليد مثل ما بيقولوا قشره او الوان او طباعه احيانا بيكونوا طابعين لون من هذا الشكل ولكن هو اصلا ما له علاقه بالصدف الصدف انه قشره او صدف. هلا هذا انا حاطط صدف وشين اسمه وشين ابيض هذا بيجي يعني بس بقعه واحده من علبه المحار صدف المحار الباقي اللي عم تقول عليه القشره من برا صح بتغير لونه مع الزمن بتنقشر بتطلع من محلها اما هي لا بتيجي رابصه وبتيجي معها ماكنه وفي ناس صاروا يعملوها طباعه يعني هي بس صوره صحيح هذا الكلام صحيح يعني مثل ما بيقولوا بلشوا يعني انه يعني يسيئوا للمهنه وهي المهنه والله عريقه وقديمه يعني حرام انه تنتزع او يصير فيها اي شيء. وجميل نسمع الحديث منك يعني شاب عم يحب يحافظ على الاعمال التراثيه اليدويه لانه بتلاقي مو اغلب الشباب اليوم عم يكون في توجه للحفاظ على هي الحرف التراثيه الجميله. خلينا نحكي عن الموديلات يعني لما نقول كيف بتعمل هي الموديلات ممكن حدا يوصيك انه انا بدي ديزاين معين ولا انت كمان لحالك او بتتم عمليه تشاركيه بين الطرفين؟ لا في 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 عالم يعني بتقول لي انه انا مثلا بدي موديل معين ورده شاميه ياسمين الشام مثلا كذا في هيك قصص وفي لا انا يعني ببتكر ببتكر يعني موديلات وببتكر مثل حتى بدخل الوان يعني هلا انت انتبهتي في صدف بيجي الورد الياسمينه فيها هي صدف ابيض ودخلت عليها صدف اخضر وفي منه صدف بيكون لونه اصفر مشان تطلع هيك رونق جديد يعني مثل ما عم تقولي انه بغير بالموديل ببتكر شيء مو موجود بحط الغربي مع الشرقي هذا الشيء كمان قليل قليل يعني هلا نحن كلياتنا عم نشتغل بس شرقي 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 عم ضفت عليها هي القصه ابتكرت موديلات جديده حتى هلا هي مثل عندك الشنطه هي اللي بلكسي هي يعني شنطه كامله موديل جديد هي شنطه بلكسي خلينا نشوفها على الهواء غريبه يعني احنا طلعنا عن المألوف عن الشنات العادية الجلد وما الجلد حطينا هيك يعني سبور سهرة كذا هيك هي كمان ابتكرتها هي ما كان حدا عم بيها ولا حدا عم لا بفكر فيها يعني هلا انت ما تشوفيها بنت حاملتها بتقول شو هالشنطة اما هي شنطة جديدة موديل عملية جديد. عملية هلا ما بتلتزم لانه بتعرف مشكلة الصبايا دائما الشنطة ما بتقعد فترة طويلة واكثر شيء بتلاقي عندها الشناتي اهم شيء بس يمكن الاحجام فكرت تعمل احجام ديزاينات مختلفة هلا حجم اكبر من هيك ما حلو يعني هذا الحجم مناسب للصبية وكذا وهيك نحن ما بيمشي الحال مع نحن الشنطة اذا ما كانت هالقدد فكرة عينك ما بيهم ايه وعملية مثل ما قلتي عملية عملية وحتى العلب هلا انت في كمان الصينية كمان هي البلكسي على العلب كمان هي صينية بلكسي هدول بيجوا الطقم ثلاثة سوا مع الصينية يعني مثل ما كمان هي الصينية بلكسي هي انا بس بدي فرجي كمان الصينية ايه؟ لأنه من جوا مزخرفة كمان لحالها غير هذا كله تصميم وشغلي هذا طبعا بينحفر على الليزر وبيشتغل كذا
كمان مقاومة للحرارة، مقاومة للصدمات، منيحة ماكنة يعني. مثل طيب كيف اليوم بتسوق لأعمالك؟ من خلال بازارات أو عبر صفحات السوشيال ميديا؟ في بازارات وفي السوشيال ميديا، مستندة أنسانيرمي توجاش هي مستندة السوشيال ميديا، هي اللي بتسوق عليه وبالبازارات أكيد. نتمنى لك كل التوفيق، كنا سعيدين اليوم بأنه نشارك طبعا مشاهدينا بهذا المشروع الحلو اللي بيحفظ بين التراث وكمان بيعطينا شوي من اللمسات الحداثة، مواكبة طبعا خطوط الموضة دائما بكل شيء حتى بالأدوات المنزلية. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا على استضافتكم. شكرا لك، ونتمنى لك أكيد التوفيق. لهون سلمى بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام، ملتقانا بكرة على شاشة الإخبارية السورية بنفس التوقيت مع رحلة صباحية جديدة، لكن محطات استثنائية خلال الأسبوع بنتابعها بحلقة بكرة. أكيد نور، نهارك سعيد ونهار سعيد لكل المشاهدين. بكرة يوم الجمعة إن شاء الله هيك العالم تقدر تقضي ولو مثل ما بيقولوا هيك استراحة بسيطة من أعباء يوم طويل. وهذا الأسبوع كان شاق على الجميع لأنه توافق مع المرتفع الجوي اللي لسه ما زلنا عم بنحس به طبعا تأثيراته. دايما بنقول ديروا بالكم على حالكم، اللي ما عنده شيء بوقت الذروة فيفضل أنه ما ينزل على الشارع، وبالأخص للأطفال الصغار لأنه عم بتأثر وعم تعمل ضربات الشمس تأثير لأسبوع أسبوعين أحيانا على جسمهم. تضلوا بألف خير يا رب، وإن شاء الله هاي الأيام تمر على بلدنا بخير وسلام. إلى اللقاء. باي باي.